طيب ال بيفكرك بمين؟ مين يا اسطى؟ اللي سمعته صح؟ ايوه اهو كورونا في الفن في الاثنين يا بيه مش صعبه والله. كوره روي فيتوريا في الكوره روي فيتوريا ممتاز. في الفن صعبه قوي. في الفن صعبه ها؟ يعني هيبقى عيب. هو انا عندي كتير بس صعب. اعمل لي فريق كوره من الفنانين 11 مشهورين كده. نقي لي فريق كوره ونقي مراكزهم في الملعب من استوحي من شخصياتهم من تركيباتهم. اعمل لي فريق كوره حلو. فريق المحمودي للفنانين الجول هاني رمزي لطيف قوي. باك يمين علي ربيع. باك يمين علي ربيع كويس عشان نفتح الملعب. ماشي. وعلي بيعرف يلعب كوره فعلا كويس. باك شمال هنبقى عايزين حد يامن الدنيا شويه. باك شمال يامن الدنيا مش هتطيره الطيار اليمين اه هيطير والتاني يثبت عشان تبقى الدنيا متوازنه يعني. باك شمال ثابت مكانه اشرف عباقي. هتقول له انزل اعمل ده هي هينفذ مش هيفتي ولا صاحب الكوره. الله يعينك. تعرف هو صغير هو كان صاحب الكوره وهو بيلعب فباك شمال اشرف عباقي. اتنين انت تلعب يا عمر الاول. اولا انا اشول وطول عمري بيوقفوني جون عشان طولي بس انا ما اعرفش انا عمري ما كان ليا مركز. طب تلعب قلب دفاع وتاخد شوط القياده تبقى انت الكابتن. انا موافق جدا. انا اصلا أوكي. من اهم اللعيبه في حياتي اللي بحبهم كان باتريك فييرا فتمام أوكي. انا باتريك فييرا الفريق. ماشي. لازم مدافع طويل ومدافع قصير فانت جنبك هنيدي عظيم فانت بتغطي مكانين. انا سنتر باك مش هاف ديفندر. سنتر باك انا سنتر باك وجنبي مين؟ هنيدي. انا وهنيدي بنغطي مربعين. عارف يعني هاني رمزي عارف كان نظره انا بس يا مين واشرف عباقي على الشمال لا علي ربيع يمين وعلي ربيع يمين واشرف عباقي شمال والكيبر هاني رمزي. انا مأمنك اهو وسنتر باكات انا وهنيدي. ايوه اوكي انا مأمنك اهو. يا نهار اسود. طب هنيدي عشان يجيب الكره الهيد هيشبك له. لا هيطلع بالكوره. هنيدي اللي هيطلع بالكوره كويس. ده خط دفاع فشيخ. وتاخد بقى الحاجات دي بتاع كمالنا والبتاع والحركات دي هنعمل كل هنبسطكم. نص الملعب عايزين بقى هاف ديفندر بقى يكون ايه شخصيه بقى يعني هاف ديفندر محمد امام وبعد كده اتنين تمانيات قدامه. هاخد خالد النبوي على يمينه وهاخد على شماله احمد عز. يا ده ومعدل الاعمار انت عامل ميكس اجيال كمان ده يعني منتخب ده راح يخلص راح ياخد البطوله ويخلص حاجه من الاثنين. ماشي كويس. بعدين الثلاثه اللي قدام السقه ناحيه الشمال عشان يقطع بيمينه ويحط وعز بقى هيبقى ثمانية ومهلوك جري عشان والسقه قدام دي هتبقى خناقه دي مشكله. عايز يقول لك لا انا خليني بقى سترايكر واجيب اجوان واعمل لا هيبقى 8 وهيروح يبقى ايه اللي بقى 10 ما عندناش هنا نجوميه احنا في ماشي. السقه شمال بعدين ناحيه اليمين نحط مين حد ما كان محمد صلاح بقى قصقص بقى عارف دمرنا بقى. انا اسمع انه لعيب جامد بس انا ما شفتوه حمائي. الله حلو ده. انا اسمع انا بحب والنبي حتى ما بعرفش يلعب لان قال يعني المنتخب ده كان هينفع ده فرقه خايبه بنت ست. طيب يبقى كويس. حمائي على اليمين. المهاجم بقى هي المشكله. انت عارف عندنا مقوله في موضوع المهاجم ده فاحنا عايزين مهاجم يعني عايزين بقى مهاجم متكامل يعني سليمان عيد مثلا عارف حاجه كده اللي هو ايه مين مهاجم المنتخب الفنانين ده يا اخي كريم عبد العزيز يا اخي. بص انا كنت لسه هقول لك كريم كريم محمود بس ما اعرفش ليه في الكوره ولا لا. لا لا انا اقصد كريم الكبير. كريم الكبير كريم محمود عبد العزيز ممكن اخليه مدلك في الفريق يقعد معانا بره يفكنا كده يرقص معانا مش هينفع. انا ممكن احط فهمي عشان يرازي في السقه. حطه مدلك. خد ما احنا خد بالك عايزين دكه كوميديانات. خد بالك احنا معانا دكه حلوه. اديني بس مهاجم خلصت لي اول 11. انا بقول هشام. انا بقول دماغ برضه. انا بقول سامي مغاوري. عم سامي مغاوري عارفه بس انت كده يعني ما بقى خبره بقى يعني كده عشان حد بقى ايه ياخدها على السبته بقى. يعني ماشي لو هشام موافق هشام تمام مين؟ هشام ماجد. حلو هشام ماجد ماشي. حلو هشام ماجد كده ماشي ماشي. وعم سامي ناخده كوتش مدرب. عم سامي كوتش ده ممتاز. وبعدين المساعد بتاعه يبقى شيكو بحيث يبقى فيه يعني فاهم حد بينرفه حد يعمل لقمه برضه الناس دي هتحتاج تاكل. لا احنا الفكره بقى في المتحدث الاعلاني اللي هو هيتكلم ده طاهر ابو ليلى شوري عم شاؤون يجوز يجوز كده منتخب حلو ده يجوز. مين اكتر لعيب كوره انت شبهه في الشكل ولا في الطباع؟ الشكل ولو ما عرفتوش هزعل. ما تقوليش فيرمينو.
لما بحلق شعري كمان اقصر بيبقى كارثة. يا نهار ابيض. لا لا اصحابي كلهم خدوا بالك. انا عندي صوره على انستغرام بعمل فيها كده بايدي دي, ده فيرمينو عندي مش انا. لا انا عارف المعلومه دي صح. وبحبه كمان جدا. مين اقوى فنانه جت في تاريخ مصر؟ لقلب انا شاديه. عشان كل حاجه, هي كل حاجه, هي كل حاجه. اهي شاديه دمها خفيف, بتضحك وبتغني وزي القمر وسكسي وممثله جامده. وحاجه سمعتها وانا صغير من عادل امام بس ما قدرتهاش لما كبرت, ما فهمتش هو ليه كان بيشكر في الميزه دي. اما اعتزلت ما قالتش الفن حرام خلاص يعني, خد قرره خلاص الموضوع انتهى يعني. حلوه دي, تحيه كبيره. دلوقتي بقى مين اكتر حد بيضحكك؟ بلاش دي, هقول لك حاجه احلى. مين اكتر حد عنده كواليتي انه يضحك بغض النظر عن كونه بيعمل حاجات كويسه او لا, بس مين اللي هو غير انا؟ يعني مين اكتر حد عنده ال يعني مثلا انا بسمع انه كل اللي اتعامل معاهم يقولك ان اللي عنده التالنت المرعبه هنا محمد سعد, محمد هنيدي اللي هو البيور, البيور تالنت يعني اللي هو عنده الكواليتي. بص لو فهمت السؤال, انت لو بتقيمها بالشكل ده, هي عمرها ما بتتقيم كده, هي بتبقى ميكس ما بين التالنت والظروف والتعليم والنشاه والثقافه وكل حاجه مع اجتهادك. لكن لو بتكلمني على المواهب, موهبه يعني كده نازله لوحدها خام ما حصلش فيها حاجه, هيبقى حقيقي يعني. زي مثلا ايه, هقول لك انا مين عنده لوكشه موهبه بتاعت خف الدم اكتر, عادل امام ولا سمير؟ انا بقول عادل امام. يا راجل صلي على اللي يشفع فيك, يا راجل صلي على اللي يشفع فيك. يعني 99 ده بيضحك باي حاجه. انا عارف, يضحك بأي حاجة. عادل إمام له سيستم, سمير غانم ليس له سيستم. أقول لك بقى حتة مني ليك, الكوميديان الجامد هو اللي يقول إفيه أنت تضحك لو غيره قاله ما تضحكش. سمير غانم بقى هو ملك الحتة دي. كم من الإفيهات تسمعها, أنا لو عدتها لك دلوقتي عادي, بس هو يقولها تموت. هي دي بقى الحتة بتاعت ربنا الزيادة, الحتة اللي. وبالمناسبة مرة بقول كده لعادل إمام مش عارف قال ايه, يعني انت سمير غانم بيضحكك اكتر؟ فقلت له بصراحة قال لي فقال لي ماشي يا عم. فانا بقى ماشي يا عم, هو طبعا هو هو عادي, مش هو عادي يعني, مش بس هو لعبها كده فهمت. قال لي ماشي يا عم بتاع مش عارف. فقلت له لا يا وبعد كده سكت, ما قدرتش اصلح. هو ده الحقيقه, انا هو سمير غانم بالنسبه لي هو اكتر كائن مضحك ربنا خلقه. عادل امام بقى هو اعظم فنان وجد, المتكامل من كل شيء, اللي هو ياخد 8.5 من 10 في كل الحاجات, فبالتالي المجموع بتاعه بعيد عن الكل بكتفين. انا مستمتع جدا, يا رب تكونوا استمتعتوا, وهتشوفونا بقى قريب ان شاء الله في بودكاست الرياضة. بس يعني احنا النهارده بنحاول نهرب وبرضه اتكلمنا في الرياضه, فمش عارف هنعمل بودكاست الرياضه نعمل فيه ايه تاني. بس وحيات ربنا انا مستمتع وجاي في الطريق النهارده مبسوط ان انا هصور الحلقه بتاعتي. انا اكثر بكتير ربنا يعلم يعني, كاننا عارفين بعض من سنين. عسل. وهو هو اللي على الشاشه بطريقته ببساطته. بصوا, تحسه ولا تمسه؟ لا احسه بجد. طبعا. والله انت راجل, انا احب احس. ايوه انت واضح مع الناس. لا احسه. انا كنت مع تعبط الموسم اللي فات. كنت مع تعبط والله تعبط, فحسه وتعبط مريحه نفسي. لكن تشبط دي ممكن فيها خناق, فيها مشكله, فيها حاجه, وبعدين ممكن تقل منك. مظبوط. ممكن تكشف يعني. ترده ولا تعضه؟ لا عضه دي صعبه جدا, مخيفه. ارده يعني, ارده اراهن ان 99% من اجابه السؤال ده هتبقى ترد. يعني اراهنكم ان الضيوف كلها هتبقى في الامان, فاكرين ان تعض دي فيها حاجه غلط, وده معناها ان الضيف دي ما هو مش مظبوطه. انا اللي مؤدب وهو اللي مش تمام. انت ترده؟ انا لا, انا هعض. هتعضه بامانه؟ طب ترده؟ انا هقطع الشك باليقين. بس انت لو عضيته مش هتعرف ترده. انا هعضه. محمودي خلاص انتهت. انت قادر؟ انا اتخذت القرار. تمام. انت سامعني يا محمد؟ انا سامعك. انا نويت اعضه خلاص. قول لي شيهان تجيب لي السليب بالكحل. انا هقاوم, بس هي دي 5 دقايق فري ليا انا, يعني نتكلم في الكوره انا برضه يعني. انت اديتني 5 دقايق جوه ومن اشرس الدقايق في الرياضه. عشان كده كان جوه من اشرس الدقايق. عمري ما اقولها قدام كاميرا. مش من اشرس الدقايق يا جماعه اللي تسمعوا كلام فيها في الكوره. كويس ان الباب كان مقفول, الصوت كان واطي. طب انا مش حق ازعل؟ لا حقك طبعا. واللي كنت بتتكلم فيه منطق, بس ممكن الناس ما تفهموش يعني, بس في منطق. يعني انت معايا. تعالى بقى نتكلم فيما على الهوا بقى, سيبك من اللي جوه. قول يا بيه. حلها ايه بسرعه الليله دي؟ طيب. بسرعه بقى, اديني 3 حاجات يلا يا جماعه يتنفذوا دلوقتي, ونبدا بقى رحلتنا في الاصلاح.
احنا هنتكلم عن منتخب ولا على الكوره؟ عشان في حاجه وفي حاجه. ما هو كلنا ناطرين ببعض، فخليني في الكوره بقى. ظبطها لي بقى. ما هي طيب قول. طب تعالى خد مسطره اللي انت عايزه. ماشي. المسطره ان احنا خدنا 6 و8 و10 كاس امم. فسمير زاهر الله يرحمه بيسال حسن المستكاوي ربنا يديه الصحه، بيقول له حسن بيه 3 كاس امم احنا A1؟ قالوا لا يا فندم، المنتخب كويس، الدوري مش كويس، الكوره مش كويسه. فانت لو واخد بنش مارك ان الكوره عندك بايظه من امتى، هي من قديم الازل. انت عندك حاجه اسمها الاهلي بيطلع في اي ظروف، ان كانت الدنيا كويسه كانت الدنيا وحشه، ربنا يحفظه الاهلي، بيطلع يجيب لك الحاجات وتمام الامور ماشيه. عندك كام لعيب يتاخدوا على المنتخب يقوم المنتخب، شاد محترفين، حد يطلع من الزمالك او من الانديه على فترات وبتمشي الامور يعني. ده حقيقي. لكن الكوره عندنا بايظه. النجاحات اللي بتيجي هي يعني نجاحات اما الجيل الاستثنائي بيتبني في فتره على بعضها كده، يا اما بالصدفه لا اكثر ولا اقل. ايه الدليل على ده؟ ان احنا لما شفنا نجاح نسبي مع كوبر، رحنا كاس العالم، رحت كاس العالم فكشفت بان انت عامل ازاي يعني. طب نحل ازاي بقى؟ في عندك ثلاث حلول يعني من الحاجات اللي احنا بنتفرج عليها دي. واحد منهم كان السهل اللي كان في جوه بتاع صن داونز. باشا انت عندك فرقه بتلعب، فرقه الاولى عندك عامله ايه؟ عامله كذا، عمودها الفقر يا ماله، وانت واخد لك منها 4-5 جامدين، فما تلعبش في الحته دي، ما تبوظش العمود وسيبها ماشيه. بس ده الحال اللي هو المسكن المبدئي الالف به اللي بتتعامل بيه المسكن يعني. مظبوط. لكن انت عايز تصلح الكره في مصر، فانت لازم، انا بشوف ان التجربه السنغاليه دي مكتمله الاركان. بغض النظر ان السنغال تكسب تخسر تروح تيجي، لكن في النهايه انت عامل الصح كله. صح. انا يا جماعه عندي ايه؟ عندي لعيبه كوره بتلعب في الشارع حريفه، حلو. اللعيبه دي ناقصها ايه؟ اللعيبه في المعدل السني يعني. انت عندك فرق ناشئين، اهلي وزمالك والفرق دي لما بيلعبوا فرق ناشئين بره بيكسبوا 12 سنه 14 سنه 8 سنين، يجي يكبر الموضوع يختلف. يعني في ماتش ما اعرفش عنه حاجه، كابتن صلاح دي كان بيحكي عنه يعني. خد فرقه ناشئين من الاهلي وراح كسب برشلونه 5. انا ما اعرفش ده كان امتى ولا فين ولا ازاي ولا اي حاجه. بس بيقول لك ان المرحله دي انت فيها جامد يعني، انت عندك مهاره، بذره جميله. الفكره ان اول بقى هنا بيبدا العك كله. نجيب بقى ونجيب بقى وصل هيزعل وافشل لعيبه كوره في الانديه يمسكوا الناشئين وقطاعات الناشئين، وكان دي القطاعات اللي تجاملوا بيها عشان هو ما يزعلش، مع ان دي القطاع اللي انت فوت تحط اقوى ناس عندك فيه.